للمزيد مشاهدينا حول هذا الأمر ينضم إلينا الأستاذ محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. سيد محمد بعد التحية، يعني مشروع مستقبل مصر للتنمية المستماة هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كيف ترى هذه المشاريع للتنمية المستدامة في مصر وللشق الزراعي فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. خلينا نتكلم على كل الناس يكون النهارده بعينيهم. نحن نتحدث عن استصلاح الاراضي او اضافه رقعه زراعيه جديده في ظل محدوديه شديده جدا لاهم مورد وهو مورد المياه، وايضا محدوديه بالتبعيه للاراضي الزراعيه الموجوده، وبالتالي مشروعات التوسع الافقي اصبحت هي التوجه الاهم والاقوى للدوله المصريه خلال هذه الفتره، رغم تكلفته الكبيره ورغم مسؤوليات اكبر. لان استصلاح الصحراء يمثل تكلفه كبيره على اي موازنه مهما كانت، ويمثل ايضا صعوبه جدا، لان في النهايه دي اراضي صحراويه جافه قاحله معرضه لتغيرات مناخيه، وبالتالي اختارت الدوله المصريه الاصعب وهو اقتحام هذه الصحراء. وهذه الصحراء موجوده في مصر من الاف ومئات السنين، ولم يجرؤ احد على الاقتراب منها حتى في عشرات السنين مضت، وكانت فرصه للدوله في خلال هذه الفتره ان يتم اضافه رقعه زراعيه، ولكن الدوله الان تداركت هذا الامر وتم اقتحام هذه المناطق في كل ربوع مصر. يعني النهارده لو كنا شفنا فخامه الرئيس بيفتتح مشروعات مهمه في مستقبل مصر وهي قلب الدلتا الجديده في غرب الجمهوريه، ولكن ايضا لا ننسى ابدا ان هناك مناطق اخرى في كل مكان تمكنت الدوله المصريه ان تصل ليه، في شرق العوينات على حدود مصر، وفي توشكا في الجنوب، وفي غرب الوادي في غرب المنيا وبني سويف، وايضا في سيناء، وفي كل مكان نجد ان اقتحام الصحراء واستصلاح الاراضي هو اصبح الخيار الاوحد لمصر لحمايه ملف الامن الغذائي، ودي نقطه مهمه جدا. ملف الامن الغذائي لدوله زي مصر هو جزء لا يتجزا من امنها القومي، لان في النهايه هو اللي بيحافظ على ما يسمى بالسلم الاجتماعي، وجود الغذاء وتوفره وان يكون في متناول الناس هو اهم اجراء لاي دوله تسعى لتحقيقه. الدوله المصريه سعت لتحقيق هذا الهدف بتكلفه كبيره، كلنا شفنا النهارده السيد رئيس الجمهوريه بيتكلم على ارقام خياليه، بيتكلم على مليارات، 180 مليار فقط لمحور المياه، مئات المليارات لبنيه تحتيه في اراضي الاستصلاح وفي اقامه شبكات ري وكهرباء وطرق وغيره. صحيح. كل هذه المليارات هي من موازنه هذه الدوله، والدوله لجأت لهذه المشروعات. طبعا محطات معالجه المياه برضو تكلفت مليارات الجنيهات، عشرات المليارات. كل هذه المشروعات لجأت لها الدوله لان هناك هدف كبير جدا للدوله المصريه وهو حمايه ملف الامن الغذائي، توفير فرص عمل. يعني اهم نقطه في هذه النقاط ايضا هو وضع نموذج محترم لكيفيه اداره الصحراء. إدارة الصحراء هي من الإدارات الصعبة جدا، لأن ظروف الصحراء غير ظروف أي منطقة أخرى. هذه المناطق مناطق جافة في الأصل، لا يوجد مياه إلا بشق الأنفس. إذا المياه الموجودة سواء كان بمد ترع أو بمد قنوات أو حتى بالصحراء، وهي ستعتمد يعني على المياه الجوفية كما فهمنا سيد محمد. تحدثت عن المردود من هكذا مشروعات قومية، السؤال هنا ما هو المتوقع من حجم الانتاج من هذا المشروع تحديدا؟ خلينا نتكلم على ما تم انتاجه فعليا. استطاعت الدوله، وده فضل كبير من ربنا الحمد لله، انها تضيف لرقعتها الزراعيه ما يزيد عن 2 مليون فدان. خلي بالك كلمه 2 مليون فدان بالمقارنه بالاراضي الزراعيه التاريخيه في مصر من ايام القدماء المصريين رقم كبير. انا بتكلم على كنا في 2013 وما قبلها كنا حوالي 8 مليون فدان، اليوم احنا بنتكلم على 10 مليون فدان هي المساحه الاجماليه، يعني ضفنا 2 مليون فدان 25%، ربع مساحه مصر التاريخيه تم اضافتها في سنوات قليله. وكل علماء استصلاح الاراضي وكل السياسيين اللي لهم علاقه بيه والخبراء اللي لهم علاقه بملفات الامن الغذائي واداره الدول يقول لك لا، مستحيل ان في دوله تضيف 25% من رقعتها الزراعيه في سنوات قليله. ده الدول الكبرى
اللي عندها فائض من الامطار ومن الاراضي بتفقد ملايين الافدنه والهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخيه. اما انا في مصر اجي ان انا اضيف وفي ظروف صعبه اقتصاديا وفي ظروف منتهى الصعوبه على مستوى الاقليم وغيره ان انا اضيف الرقعه دي، لا خلينا نتكلم بمفهوم بسيط للناس اللي بيسمعونا، للمواطن البسيط قبل النخبه المثقفه. لا، اللي مصر والدوله المصريه عملته في هذه السنين القلائل امر يعني فوق يعني خيال حتى اكبر الخبراء ودارسين المستقبل ومتوقعين المستقبل. هذه الاجراءات التي تمت هي حمت ملف الامن الغذائي وحمت ملف السلم الاجتماعي واضافت رقعه زراعيه وضخت ملايين الاطنان من السلع الغذائيه في الاسواق المحليه وضخت مثلها في سوق الصادرات، واصبح للصادرات المصريه الزراعيه سمعه كبيره. انا بصدر ما يقارب 7.5-8 مليون طن من الفائض من الخضر ومن الفاكهه لاكبر دول في العالم، لاقوى دول في العالم، لليابان، للصين، للاتحاد الاوروبي، للولايات المتحده، وهذه الدول لا تقبل ابدا الا باعلى جوده، ورغم ذلك انا بصدر كل هذه الكميات لهذه الدول. معناها ان ما ياكله الشعب المصري هو ما ياكله المستورد للسلع الغذائيه، لان هي نفس الارض ونفس الجو وفقا يعني للمعايير العالميه. انا بشكرك شكرا جزيلا سيد محمد فهيم، مستشار وزير الزراعه واستصلاح الأراضي.